احنا وخيال، احنا والسي اس اس ديما وخيال، وجالسين تشوفوا حتى في العلاقات في الجمهور مع بعضه يدخلوا مع بعضهم. احنا اذا كان يرجعنا التاريخ للتاريخ حمادي العقربي، فما مقابله لعبها في بنزرت، خذا ورقه حمراء جمهور بنزرت، خرج جمهور بنزرت. علاش هكا جمهور وتو ما فماش جمهور؟ اما هذا الكل يرجع المسؤولين، يرجع للجامعه. قبل ما شفناش الشيء هذا، كان في وقت وديع الجري، وديع الجري ما خلاش هو والعصابه اللي معاه، ما خلاش فركها الكره، النكهه نتاع الكره نحاها. احنا ما عندنا حتى منفس في البلاد، ما عندنا حتى منفس الا الكره. يقول لك ليكيب ناسيونال حتى ما هو ليكيب ناسيونال حتى ما احنا جيري. احنا لو كان جا ثم كره، وكان جا ثم كره، احنا تو فريق قومي صناع، كنا نوصلوا مخير. معناها اسمع، تو جات فينا احنا، معناها تو التفصيله والقياس جا معناها في السي اس اس، وجا معناها في صفاقس. خاطر هي نتاع صفاقس، قل له يا جري اكبر منك راهي، واكبر من الجامعه التونسيه كامله، اكبر منك، وقل له انت اللي عفنت الكره التونسيه، انت هو اللي وسختها، انت هو اللي قسمت عباد، انت هو اللي تحب تقسم البلاد. انت احنا عندنا في منفس واحد، هو في تونس، هو السي اس اس. ناحيتنا السي اس اس، ناحيتنا البحر، نحيتونا كل شيء، نحيتونا عندنا بيسين، عندنا حتى شيء، عندنا كان سي اس اس نفردوا بها، تحبوا تنحيوها، يا خويا احنا تحبوا نسحبوا البطوله، نسحبوا البطوله، اقعدوا لعبوا حدكم، تحياتك كامله الترجي تو ليتوال، تو كل مره تعملوا مشكله، كل مره تعملوا مشكله، ما تحبوش نادي صفاقسي، ما تحبوهاش، علاش؟ خاطر اقوى منكم نادي صفاقسي، اقوى من الناس كل نادي صفاقسي، هو الوحيد، الفريق الوحيد في تونس اللي عمل 78 50% من قيمه فريق قومي هو بالسي اس اس. 5 مليارات تفاهم سي اس اس، وقت تحكي انت سي اساس حمد العقب مقترض به بعقيده الله يرحمه، كانت هي اللي جابت كل شيء لتونس. اليوم تحبوا تحيوا جمعيه اسم النادي الصفاقسي، تحبوا تعيشوا بالسواحليه وبالترافيك وبكل شيء تحبوا تعيشوا به. احنا ما عندناش ترافيك صفاقسيه، احنا نتاع خدامه ونحبوا الناس الصفاقسي، واللي يحب الناس الصفاقسي تو يتكلم، كبير وصغير يتكلم عن الناس الصفاقسي، وتاع سي اس اس، وديما تاع سي اس اس في الاعلاني. نداء للمسؤولين سواء من رئيس جمهوريه، رئيس حكومه، يرفع يده على صفاقس ولا غيره، من جميعهما. ما عمرك ريت انت رئيس جامعه يوقف رئيس جمعيه؟ بما حق، بما قانون، بما دستور، منين جابوه هذا؟ احنا اولاد الجهه، احنا ننتخبوا، واحنا امورنا هذه، وكل حد يدافع على جهته. شو معناتها؟ شو هذه؟ هز يدك على صفاقس انت ورئيسك وغيرك وغيرك، خليونا جهويات، خليونا نقدروا العالم، خلينا نحترموا تونس. رئيس منتخب يتنحب قرار من الجامعه، صارتش هذه؟ بالطبيعه ما صارتش وماهيش باش تصير. ما فماش علاش باش تنحي. المخول الوحيد باش ينحي رئيس النادي هو جمهور النادي، انا رئيس منتخب ورئيس شرعي. ما عندك ما تعمل، لا وديع جاري لا جامعه لا حتى شيء. جمهور سي اس اس خلاص يحب يقول له؟ يحب يقول ديجاج وديع جاري وديجاج للظلم، بالحق رانا فدينا. وهذا نداء لكل الفرق الاخرى المعنيه، ثم زوز فرق يعرفوا روحهم عندهم مصالح معناتها مرتبطه وثيقه بوديع جاري اللي هما النجم والترجي والبقيه، بالحق لازم الناس الكل تتكتل باش يسحبوا الثقه من السيد هذايا، بالحق خلي تنظف الكره، خلي الجو نتاع الكره عاود يرجع كيف ما كان قبل. ما احنا جينا الوقفه الاحتجاجيه اليوم في صفاقس على ضوء التراكمات اللي قاسينا منها تقريبا 40 سنه، كم سي وديع جاري معناها ياخذ قرار معناها عشوائي، ما غير معناها حتى اجتماع مع الهيئه كامله ومع معناها الرابطه، فهمت؟ ويقرر باش يعاقب سي مصطفى ماخم، اللي معناها لو كان نجبدوا احنا معناها لي فيديو اللي كيفاش يقولوها، كيفاش السواحليه معناها تكلموا، ما خلاو ما قالوا على كلمه قالها مصطفى ماخم قامت القيامه. ماهيش شوف، عندنا دوسيه كامل في سيت النادي الصفاقسي، ثم دوسيه كامل فيه معناها الكلام اللي قاله حسين جنيح في قداش من مره، مشكل حسين جنيح حتى اللي معناها المسؤولين الكل، سواء كان في تونس ولا في سوسه. اليوم مصر خماخم يقول كلمه قوم لقيامه كيما هكا، عيب الشيء هذايا، عيب والله. الله يهديك الواحد شيخ، ما احنا ما في معنا مترفعين على كلام معناها باش نسبوا باش نقولوا شيء اقوى من هذا. يا اخوي هذا مش شيء، مش معقول. يا تونس، يا حكومه، يا شعب التونسي، يزينا من جهويات، يزينا نحبوا نعيشوا معناها مع بعضنا، احنا نسب.